لقيمات مقرمشة وهشة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله المنظر، ما أوصف لكم قد إيش مقرمشة. شوفوا معايا، حاخد حبة، نقول بسم الله بسم الله. هشة هشة، ما أوصف لكم يا جماعة العجينة كيف رهيبة وحتضبط معاكم 100%، أنا أضمن لكم هذا الشيء. مع اختلاف المسميات بس تبقى نفس الوصفة ونفس اللذاذة، وكلنا نحبها بهذه الطريقة، نحبها تكون مقرمشة خفيفة مضبوطة، أكيد نحبها كمان هشة. اختلفت مسمياتها من لقمة القاضي للعوامة للقيمات، ليها مسميات مرة كثيرة، في النهاية اتفقنا على وصفة واحدة. عشان نقدر نسوي اللقيمات بالطريقة الأصلية وبطريقة لذيذة مرة ومقرمشة، أول شيء حنحتاج حليب بودرة، نشا، دقيق، حنحتاج سكر وخميرة فورية، حنحتاج فانيليا وزعفران نفرك ناعم، وحنحتاج هيل ناعم. حخلط المكونات الجافة مع بعض، وبعدها حنضيف المواد السائلة أو المكونات السائلة. حضيف بيضة وزيت، كوبين موية دافية، حنخلط المكونات كلها مرة كويس. وكده حتكون جاهزة معانا عجينة اللقيمات. أبغى أوريكم كيف القوام، شوفوا. حنغطيها تخمر إن شاء الله، حخليها تخمر تقريبا من ساعة لساعة ونص. كده العجينة حتكون جاهزة معايا، تخمرت، شايفين ما شاء الله تبارك الله كيف انتفخت، شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله. طيب حنشيل الغطاء ونبدأ نخرج الهواء منها. حبدأ أخرج الهواء، حبدأ أعجنها بيدي بهذه الطريقة، نخرج الهواء ونعجنها بهذه الطريقة مرة مهمة. حنضيف في هذا الوقت الكسترد، طبعا تقدروا تضيفوا الكسترد وقت التخمير، وتقدروا تضيفوه في هذه المرحلة حسب رغبتكم، تمام؟ لازم نخلطها بهذه الطريقة بيدنا، مرة مهمة هذه النقطة، تمام؟ بعدها خلاص حبدأ أغمس ملعقة المعيار بزيت عادي، زيت نباتي، تمام؟ وحنمسك بيدنا برضو نحط زيت نباتي عادي، ونمسك اللقيمات وبطرف اليد نضغط عليها زي كأنكم تكوروا شيء، وناخد بالملعقة وننزلها في الزيت. طبعا الزيت هنا حيكون درجة حرارته وسط، لو نزلتوها في مرة حار حتكون العوامة أو اللقيمات أو لقمة القاضي من برا متحمرة، من جوا نية وملبدة في بعض، وكتير بيجوني ناس بيسألوني عن هذه النقطة، فأنا حقول لكم ليش وإيش السبب، تمام؟ فنبدأ خلاص نكون سريعين في الشغل، ننزل مع بعض ويكون الحرارة حقت الزيت متوسطة زي ما قلت لكم، إلين ما يتعبى المقلة. لما يتعبى المقلة حتبدأ إيش الحرارة، طبعا حتى تهدوا النار زيادة، تمام، عشان تستوي اللقيمات براحتها، تمام، تاخد لون معانا حلو. في هذه المرحلة مرة مهم انكم تقلبوا بشكل مستمر، شايفين كيف انا جالسة بقلب، لازم تقلبوا، بس مو على طول من اول ما ننزل اللقيمات، لما ترتفع فوق وتبدأ خلاص تتماسك نقلب، لو قلبتوها قبل حتتعجل معاكم، حيطلع شكلها اشكال غريبة، فهمتوا؟ ونقطة الزيت ودرجة الحرارة من أساس وأهم نقاط نجاح اللقيمات، تمام؟ ونجلس زي كده نحرك بشكل مستمر. ليش نحرك بشكل مستمر؟ عشان تاخد لون حلو من جميع الجهات، تكون متوحدة لونها، وعشان تنتفخ معانا وتكون مستوية من جوا بشكل ممتاز جدا. شايفين كيف ما شاء الله تبارك الله؟ وكل ما بتقلبوا ترى بتنتفخ معاكم عشان العجينة مرة مضبوطة.
وبس بعد ما قلبت شايفين كيف هنا طلعت الحبات ما شاء الله تبارك الله، حجم مرتب لون حلو. وكمان لما حتطلعوها حتغمق شوية، فانتو ايش بتطلعوها بهذا اللون لسه لما تخرجوها حتاخد لون زيادة. وبعدين حنحطها في الشيرة، الشيرة مرة مهمة انها تكون تقيلة وتكون باردة، مرة مهمة عشان لا تصير اللقيمات طرية معانا. بعدها خلاص حنخرجها من الشيرة، نبدأ نحطها في الصحن. شايفين كيف هنا ما شاء الله تبارك الله مرة شكلها مرتب متشرب الشيرة الشكل. صراحة لما شفت التصوير تاني نفسي آكل، نفسي أذوق تاني يا جماعة. وبس خلاص حقدمها بشكل كده مرتب حلو، تقدموها بأي طريقة تبغوها في أي صحن يعجبكم، وخلاص كده حتكون جاهزة معنا. الحلو في الطريقة اللي أنا أعطيتكم إياها إنها حتبقى معاكم مقرمشة لين تاني يوم بدون مبالغة. الناس اللي تقول نسويها قبل المغرب وعلى العشاء تكون مرة دايبة، لأنه العجينة مو مضبوطة والشيرة مو مضبوطة. فسووا نفس الطريقة ونفس الملاحظات اللي أعطيتكم إياها وقولوا لي إيش رأيكم. كتير وصلتني تطبيقات في الإنستجرام على اللقيمات ومرة عجبتكم، أتمنى أنها تعجبكم وتجربوها كلكم. لقيمات مقرمشة وهشة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله المنظر ما أوصف لكم قد إيش مقرمشة. شوفوا معايا، حاخد حبة، نقول بسم الله. شوفوا شايفين كيف مرتبة، ما في كائنات غريبة. بسم الله. ايش رايكم بالمنظر؟ قول بسم الله. اسمع صوت القرمشة، هشة هشة حرفيا. اتعدت مرحلة اللذاذة، لازم تجربوها وبالعافية.